أول للنادي الأهلي، 5 الأهلي 2 العدالة. قدامنا وكرة قوية بيشوطها اللاعب عزب، ولكن في لمس للشباك من العدالة الكيني. 6 الأهلي 3 العدالة الكيني. وعصران على الإرسال، إرسال قوي واستقبال. طبعا إرسالات عصران معروف إن هو متميز جدا في مهارة الإرسال. بيلعب طبعا عصران وأحمد عزب في مركز 4 قدامنا أهو. محمد عصران إرسال قوي واستقبال وكرة بترتد، وحسام يوسف بيرفع كرة سريعة قوية لحمادة عثمان في حوائط الصد ونقطة مباشرة. 8 الأهلي 2 العدالة. ظهر حمادة عثمان سواء في مسابقة الدوري أو في كأس السوبر بمستوى أكثر من رائع، وبيكمل أهو، وفي توجيهات وتعليمات من المدير الفني الأسباني فرناندو مونزو والكابتن محمد السيد المدرب العام والكابتن محمد الحسيني مدرب الفريق. كله بيتكلم تبع تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني على حوائط الصد واللعيبة. وعلى الجانب الآخر فريق العدالة أيضا المدير الفني بيحاول يتكلم مع لعبته المدير الفني كيني، ولكن مهارة الإرسال واضحة جدا بقوة النادي الأهلي من بداية اللقاء، وإرسالاته قوية. وما زال محمد عصران على الإرسال، أهو قدامنا إرسال سبايك بقوة. عصران بيحطه في الشبكة، بيعدل بيها النتيجة 8-3. نوبيستو لاعب العدالة الكيني على الإرسال، وإرسال خارج الملعب. وعلى الإرسال حمادة عثمان، قدامنا حمادة وإرسال واستقبال وكرة بتترفع سريعة، بتتشاط بقوة من لاعب سنتر بلوك فريق العدالة الكيني رقم 8 اللاعب أبرهام. بيشوط كورة قوية جدا وهو ميدل بلوك، بيلعب في مركز 3 وإرسال ضايع. وعشرة النادي الأهلي 4 العدالة الكيني. بداية الدور الأول، أحمد صلاح على الإرسال، إرسال أحمد صلاح مميز جدا وإرسال ونقطة مباشرة من أحمد صلاح نجم كبير. طبعا المدير الفني الأسباني كان مريحه في بداية المباريات السهلة، وابتدى آخر مباراة في الدور الأول وأحمد صلاح وإرساله السبايك وكورة وبترجع تاني
وبتعدي من احمد عزب، ولكن في دربكه في صفوف العداله، واللاعب رقم 2 اللاعب مركز 4 لاستر بيشوط كوره خارج الملعب. موديبي لاستر اهو من احسن اللعيبه الموجوده في العداله الكيني. وما زال احمد صلاح على الارسال، وارسال قوي واستقبال، وكره بتترفع، وايضا لاستر ولكن ديفنس، وفي لمس للشبكه من حسام يوسف معد فريق النادي الاهلي. الحكم الثاني قال عليها، مديبو لاستر وارسال واستقبال، وكره بتترفع، واحمد صلاح بيشوط كوره قويه من مركز واحد من جنب ايد حائط الصد بقوه في مركز واحد، بيحطها بشكل اكتر من رائع وسريع اهو، ما يتعملش دفنس عليها، وحائط الصد طبعا كان رايح متاخر. احمد عزب على الارسال، وارسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع وبتتشاط من مركز 4، اللاعب رقم 14 موسيسي كامبو لاعب مركز 4 اهو، بستايل غريب كده بيحط الكرة من جنب ايد حوائط الصد ويعدل النتيجة. 6 العدالة الكيني، 13 الاهلي، واستقبال، وكرة جاية وبتعدي سهلة وبترجع تاني، والسريع، ولكن حوائط الصد الأهلوية، وفي كلام على لمس شبكة عبد الحليم فهيم عبو، ويعني اعتراض على قرار الحكم. بيطلع احمد عزب وبينزل مكانه عبد الرحمن الحسيني، وارسال من ابراهام، ولكن ارسال خارج الملعب. وفي تشجيع عبد الحليم فهيم عبو، وارسال عبد الحليم واستقبال، وكره بتيجي سهله بيشوطها على طول حماده عثمان بقوه من فوق ايد حائط الصد، وبتطلع اهي قويه من فوق، وارسال تاني، وعبد الحليم وكوره ودفنس، وبتطلع بشكل جميل، وشايفين الحسيني بيجيب الكرة منين، وبترجع تاني، وكرة تانية ومتسقطة، ولكن حمادة وهو نازل لقاها كده في ايده بسهولة جدا اهي، بيسقطها لقاها في ايده، ستاشر الاهلي، 7 العدالة، واستقبال، وكرة بتترفع وبتتشاط بقوة، وتاني دفنس من حليم بقوة، تاني دفنس أكتر من رائع، وحائط صد قوي من حسام يوسف قدامنا أهو منتظره مستني الكورة بيحطها له قبل ما ينزل موسيسي كامبو، وإرسال عبد الحليم، وارسال قوي واستقبال ضعيف، وكره جايه سهله وبترجع تاني، وبتتشاط على طول بقوه من عصران، وحماده واقف بيستني الكور دي العاليه بيسقطها من فوق، وكره تانيه من عصران بيشوطها من نقطه عاليه، ودفنس ولا اجمل من احمد صلاح، وكره تانيه من عصران بتخلص بقوه من مركز 4 في مركز 5، وكله بيحيي عبد الحليم عبو
في تفنسين ممتازين بيرجعوا نقطة مهمة جدا للنادي الأهلي. إرسال عبد الحليم، إرسال قوي واستقبال وكورة وبتيجي في إيد حوائط الصد وبتنزل خلف حوائط الصد. لاعب ويلسون طبعا لاعب مركز ثلاثة في العدالة الكيني وبيحاول ان هو يعدي الكرة. تغيير اللاعب رقم خمسة شيستا ادواردو بيلعب وبيطلع اللاعب رقم 19 وكرة واستقبال طبعا مش موفق. بتيجي في ايد عصران وخارج الملعب. 9 العدالة 18 الاهلي وارسال وكورة وكورة سريعة بتترفع باكتر من رائعة من حسام يوسف وبتتضرب بقوة ولا اجمل من احمد صلاح بدون حوائط صد. طبعا الاثنين طالعين عالي جدا مع حمادة عثمان واستغل ده حسام في رفعة جميلة وارسال واستقبال وكرة وحائط صد من احمد وبترجع تاني الكرة وتاني حائط صد وتفنس من عبد الرحمن الحسيني واحمد بيعدي كرة كده بخبرة في ايد حائط الصد وبترجع وبتتحط بقوة من اللاعب رقم خمسة لاعب العدالة شيست ادواردو ولكن حوائط الصد احمد صلاح وحمادة عثمان مقفلين الشبكة تماما. 20 الاهلي 9 العدالة الكيني ارسال قوي واستقبال وكورة قوية وحائط صد روعة من حمادة عثمان المتألق. تترفع كرة من مركز ستة بيشوطها بقوة اللاعب ويلسون ولكن حوائط الصد الأهلوية في توقيت مناسب جدا والمدير الفني للعدالة لازم يطلب تايم اوت. 21 الأهلي 9 العدالة في شوط أول قوي بيأدي فيه النادي الأهلي أداء مميز جدا. حوائط الصد والارسالات ارسالات النادي الاهلي عنوان المكسب وحوائط الصد من عبد الحليم عبو وحماده عثمان يعني مقفلين قلب الملعب بشكل رائع. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه فريق العدالة الكيني. 21 الأهلي 9 العدالة وحسام يوسف على الإرسال. إرسال حسام مميز. معدين النادي الأهلي عبد الله عبد السلام وحسام يوسف من المعدين المميزين جدا في مهارة الإرسال. بيلعبوا ارسال برزق قوي عارفين الكرة رايحة فين وبيحاولوا يخلخلوا استقبالات اي فرقة. حسام وارسال قوي وكرة هي جاية يعني كده ولكن بيشوطها اللاعب رقم خمسة من مركز ستة ما بين خمسة وستة اهو رقم اتنين اللي شاط الكورة لاستر موديمبو بيشوط الكورة قوية وارسال قوي واستقبال وكورة جاية سهلة وبترجع تاني وكورة قوية من اللاعب رقم خمسة تشيست ادواردو ولكن حائط الصد قوي جدا من صلاح وحمادة عثمان.
منتظرينه بقوة. بينزل تاني احمد عزب وبيطلع عبد الرحمن الحسيني، ارسال قوي من عصران واستقبال بيطلع خارج الملعب. وما زال عصران بارسالاته المميزة في شوط اول قوي. 23 الاهلي 10 العدالة، وما زال عصران ونقطة مباشرة. 24 النادي الاهلي 10 العدالة الكيني. مباراة عن مباراة والمستوى في ازدياد ما شاء الله. كل مباراة بيقدم النادي الاهلي فيها مهارة واضحة وحائط صد قوي جدا من حمادة عثمان لينهي الشوط الأول 25-10 في شوط ولا أجمل ولا أروع. أهو حوائط صد وإرسالات قوية، عنوان الشوط الأول من مباراة العدالة النادي الأهلي والعدالة الكيني. شوط أول انتهى 25-10 في أداء أكثر من رائع لفريق النادي الأهلي. قدامنا جهاز فعلا مميز، جهاز النادي الأهلي المكون من فرناندو مونزو المدير الفني الأسباني، ومحمد السيد المدرب العام، ومحمد الحسيني مدرب الفريق، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، واحمد اسامه الاداري، وشادي فهيم محلل تقني، والدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، واسلام محمدي اخصائي العلاج الطبيعي، واسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، ومحمد شهير مدلك الفريق، وشريف صلاح اخصائي اللياقه البدنيه. طبعا قدامنا مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطائره والنادي الاهلي و فريق النادي الأهلي للسيدات، قدامنا كله بيتابع ويشاهد مباراة مهمة وقوية في بداية الدور الأول ودوري المجموعات ما بين العدالة والنادي الأهلي. النادي الأهلي استطاع أن يفوز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، ثم الفتح المغربي والأسمنت الاثيوبي والعداله الكيني. طبعا قدامنا يعني سجل تاريخ بطولات الاهلي بلقب افريقيا للانديه ابطال الدوري، سجل حافر من 1980 حتى 2022، 15 لقب موجودين عندنا بشكل اكثر من رائع. 3-0 في بداية المشوار، والجولة الثانية أيضا 3-0، والجولة الثالثة أيضا 3-0، وبعد كده بننتظر طبعا المجموعات الأخرى فيها طبعا فرق سواء تلمسان الجزائري أو دولة الكاميروني أو المجموعة الرابعة طبعا اللي فيها المواني التيني، برضو من الفرق والمجموعات القوية اللي احنا هنشوفها إن شاء الله الفترة الجاية. دي هتبقى مباريات قوية، ويعني نتمنى إن احنا نشوف مباريات على مستوى إفريقيا والكرة الطائرة الإفريقية. واضح مستوى أداء النادي الأهلي، كل مباراة في تشكيلات معينة، في تنظيم للتشكيلات اللي موجودة داخل الفريق. مستر فرناندو بيحاول ان هو ما يلعبش 6 لعيبة بس طول البطولة، ولكن بيحاول يغير في تشكيلاته، بيحاول يغير في لعبته
علشان اللعيبه دي كلها تدخل في جو اجواء البطوله. شوط تاني بدايته كما شاهدنا في الشوط الاول في تثبيت التشكيل اللي موجود للنادي الاهلي، حسام يوسف معد الفريق، احمد صلاح لاعب مركز اثنين، وعصران واحمد عزم لعيبه مركز اربعه، وعبد الحليم عبو وحماده عثمان لاعبين مركز ثلاثه، ومعاهم تغييره طبعا ليبرو الفريق بيشارك الكوبي يوندر جارسيا. يعني وشايفين اداء مميز. ايضا المدير الفني الكيني مثبت تشكيلته الاساسيه اللي هو لعب بيها في الشوط الاول، وبيحاولوا ان هم يشوفوا الدوران بتاع الفريق الكيني. مسألة الدوران دي كل مدير فني بيحط الدوران بتاعه على حسب ما هو شايف مصلحة الفرقة ايه. وهو بادي المعد بتاعه في مركز ستة واضحة اهي، وعلى الإرسال معد فريق النادي الأهلي حسام يوسف. وإرسال سبايك قوي من حسام، وكرة واستقبال وبتيجي، وكرة سريعة، وحائط الصد القوي من حمادة عثمان. بيلعب معد الفريق ميوجو كينيدي من مركز ثلاثة للاعب ويلسون، ولكن حائط الصد قوي، وكرة تانية وبتتشاط بقوة، وحائط الصد ولا أجمل، وبترجع تاني، وفي تركيز في مهارة حائط الصد، ولكن الحكم التاني احتسب شبكة على عصران. واحد واحد، وارسال واستقبال، وكرة قوية سريعة جدا قوية من فوق حوائط الصد، بيشوطها اللاعب حمادة عثمان من فوق ايد اللاعب ابراهام لاعب مركز ثلاثة فريق العدالة الكيني. مازال محمد عصران، وارسال قوي واستقبال، وكرة سريعة، وبتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. واي كرة بتبقى مظبوطة بيديها لابراهام من نص الملعب، وارسال واستقبال، وكرة جاية، وكرة بتتشاط بقوة من احمد صلاح المتألق من مركز اتنين، بيحطها في مركز اتنين بقوة. ثلاثة الاهلي اتنين العدالة الكيني. حمادة عثمان، وارسال واستقبال، وكرة بتترفع وبتتشاط من مركز واحد خارج الملعب خالص، ولكن حوائط الصد المكونة من أحمد عزب وعبد الحليم قافلين الملعب بشكل جيد. وما زال إرسال حمادة، وكرة بتتجاب بدفنس جميلة من عصران، وبترجع تاني، وكرة تانية، وحوائط صد، وعصران في الديفنس، وبترجع تاني، وأحمد عزب بيحط كرة في إيد حوائط الصد، وفي رجوع، والكرة اللاعب رقم 8 معدي، اللاعب رقم 14 عفوا، معدي الخط الخلفي التلاتة متر، وشايط من مركز ستة، ودايس على الخط بشكل واضح. حمادة عثمان، وارسال واستقبال، وكرة سريعة برضه
وتفنس بتطلع الكوره. شايفين الكوره عاليه ازاي، وحسام يوسف بيجري يجيب الكوره من اخر الصاله، بيحاول يعديها ولكن كانت فعلا بعيده جدا. اي كوره مظبوطه بتترفع سريع على طول من العداله الكيني. ارسال واستقبال وكوره جايه مظبوطه جدا، وكوره من ستة عصران بيشوطها بقوه من جنب ايد ابراهام سنتر بلوك العداله الكيني بقوه اهو، طالع في توقيت ومتشاطه في مكان بقوه. احمد صلاح وارسال احمد صلاح واستقبال، وبتيجي الكوره كده اوت اوف سيستم، بتتشاط خارج الملعب والحوائط الصد متقفله بشكل جيد جدا. شايفين كوره اوت اوف سيستم، طالعين 3 بلوك 3 بلوك مقفلين الملعب، مفيش قدامه عايز يلف منهم، حطها خارج الملعب خالص. احمد صلاح على الارسال، ارسال قوي واستقبال، كوره جايه كده ترجع وتفنس من عصران، وصلاح بيشوط كوره في ايد ابراهام لاعب مركز 3 وخارج الملعب، اللاعب رقم 8. المميز احمد صلاح صاحب الحلول السحريه، وشفناه في الدوري وكاس السوبر، واول تايم اوت بيجري المدير الفني الكيني 8 الاهلي 3 العداله الكيني. في توجيهات طبعا من هنا ومن هنا، هنا فرناندو مونزو ومحمد السيد ومحمد الحسيني طبعا بيوجهوا اللعيبه على حسب التعليمات وتوجيهات الجهاز الفني. أحمد صلاح إرسال قوي من أحمد صلاح، وكرة واستقبال وبتيجي سريعة وتفنس ولا أجمل، وبتترفع من صلاح، وعزب بيحط كرة قوية اللي رفعها له صلاح بشكل أكتر من رائع من مركز واحد في مركز أربعة أهو، بيشوطها ولكن تيجي في ايد الديفنس المعد طبعا، كرة بتلف في ايده وصلاح على الارسال، ارسال قوي وكرة بتيجي في الشبكة وبتنزل جوه ارض الملعب من احمد صلاح. 10 الاهلي 3 العدالة الكيني. مازال صلاح على الارسال، ارسال قوي وحط الكره المره دي عايز يسقطها تيجي معاه في الشبكه. معلش 4 العداله 10 الاهلي. لعيب ونجم كبير خبرات داخل صفوف النادي الاهلي، خبرات تحترم جدا. كره قويه من احمد عزب، سواء عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، حسام يوسف، من اللعيبه اللي عندهم خبرات بشكل جيد، ايضا عبد الحليم عبو لعبوا كتير داخل صفوف النادي الاهلي، ومع
معاهم بطولات قوية وإرسال قوي من أحمد عزب بنقطة مباشرة. وشايفين مهارة الإرسال من الشوط الأول وإحنا بنتكلم عنها فعلا هي اللي عاملة فارق في النادي الأهلي. إرسال النادي الأهلي إرسال قوي ولكن خارج الملعب. تغيير بينزل اللاعب رقم 11 بيطلع معد الفريق موجو كينيدي. وموندي هو اللي نزل مكان كينيدي وكرة قوية بيشوطها عصران وبترجع والليبرو بيرفعها وبتتشط بقوة ولكن حائط صد ثلاثي من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عصران بقوة قافلين الشبكة. أي كورة أوت أوف سيستم التلاتة بيطلعوا قافلين الشبكة بشكل أكتر من رائع. عبد الحليم عبو إرساله واستقبال وكورة سريعة وكورة ديفنس بترجع تاني وشايفين كده بترجع تاني سريعة ودي كورة أي كورة هتيجي عند المعدة يرفعها سريع. وكورة تانية من حمادة بيشوطها وحمادة بيرفع كورة وحسام يوسف المرة دي المتألق بيشوط كورة قوية من مركز اتنين أهو بيحطها هو اللي شاطها في قلب الملعب بقوة مش متوقعة. وإرسال تاني من عبو واستقبال الكرة المرة دي بتيجي في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. دلوقتي تغيير النادي الاهلي عبد الله عبد السلام هينزل ويطلع حسام يوسف وده اللي انا اتكلمت عليه وقلت عنده روتيشن بيديره بشكل جيد الاسباني فرناندو مونزو عنده لعيبه على مستوى وبيحاول يبدل في المعدين عشان كله يخش في جو البطولات وايضا يعمل اختلاف في طرق اللعب بالنسبه للمعدين. ارسال قوي من عبد الله عبد السلام كرة قوية بتتشاط خارج الملعب. ستاشر الاهلي ستة العدالة الكيني وعبد الله عبد السلام وارسال قوي بيجيب بيه نقطة مباشرة. سبعتاشر الاهلي ستة العدالة. واضح التركيز واضح اللعب ما شاء الله. ارسال قوي وكورة وبتيجي تاني وبتتحط في ايد حوائط الصد ولكن عصران الصخرة حط الكورة في ايد اهو اللاعب الكيني وجوه الملعب ما تعديش منه. طبعا قدامنا التوجيه واضح جدا بلعب ارسالات قويه وسريعه بالنسبه للعيبه اللي بيلعبوا سبايك او اللي بيلعبوا الفروتر سيرف من اعلى بيلعبوا ارسال سريع وده التوجيهات اللي واضحه. وفي تغييرين هيجريهم اللاعب رقم 8 واللاعب رقم 12 هينزل واللاعب رقم 16 واللاعب رقم 2 هيطلع. يعني اللاعب ابراهام هيخرج وينزل كابتن الفرقه. طبعا ده ويلسون قدامنا كابتن الفرقه لاعب مركز ثلاثه وبيلعب ارسال واستقبال وكره سريعه. وشايفين رتم اللعبه هيتغير مع عبد الله ده اللي انا اتكلمت فيه وقلت
هيبتدي يمشي كور من قلب الملعب كتير وهيخش كور من ستة سريعة، أدام الكرة هتوصل له هيغير ريتم الملعب. محمد عصران إرسال قوي واستقبال وكرة بتيجي سهلة وبتعدي وحمادة بيجيبها وصلاح وكرة سريعة، صلاح بيشوطها بقوة و20 الأهلي 7 العدالة أهو. بيمشي كرة سريعة وحافظ اللعيبة جدا. عبد الله عبد السلام، محمد عصران على الارسال واستقبال وكرة بتيجي وبتتشاط وتفنس ولا اجمل، وبتيجي تاني من عصران وعزب بيحطها في ايد حوائط الصد وبترجع تاني وبتعدي سهلة من العدالة. وده اللي انا اتكلمت عليه من نص الملعب، كرة حمادة عثمان بيشوطها بقوة في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. وشايف كده العتاب بيقول له زنق نفسك افتح وانا هديها لك. وطايم او التاني بيجريه المدير الفني للعدالة الكيني بعد 21 نقطة للنادي الاهلي، 7 نقاط فقط للعدالة الكيني. الكور اللي هي بعيده هيشوطها. مسمعين طبعا الناحيه الثانيه توجيهات محمد السيد ومحمد الحسيني وترجمتهم لفرناندو مونزو، وبيقول له اهو ابعد وهو هيديها لك. التنظيمات الهجومية والترتيب ما بين اللعيبة وبعضها داخل المباراة. ارسال قوي وعصران في الشبكة. ثمانية العدالة الكيني، 21 الاهلي المصري. وارسال واستقبال وكورة بتيجي سهلة بكورة كده وجاية تانية ودفنس بيتشط بقوة من جنب ايد حائط الصد وما يطلعش من عبد الله عبد السلام اهو. حمادة قفل واحد وسايب 5. كرة تانية بترجع واحمد عزب، ولكن في لمس للشبكة من احمد عزب. 10 العدالة الكيني، 21 الأهلي. إرسال تاني في الشبكة. إرسال اللاعب رقم 10 تمادي ميموردو، وبيطلع حمادة عثمان وبينزل مكانه عبد الرحمن الحسيني عشان يلعب ارسال اكيد مطلوب منه، ارسال سبايك موجه قوي قدامنا خارج الملعب. حداشر العدالة الكيني، 22 الاهلي. ارسال واستقبال وكوره سريعه وعزب بيرجع تاني كوره، ولكن بعد ما اتشاطت بقوه الديفنس طلعها خارج الملعب. تلاته وعشرين الاهلي، 11 العداله الكيني. وما زال احمد صلاح على الارسال، ارسال قوي واستقبال خارج الملعب.
ليبرو، فريق بتلعب عليه ارسالات قويه جدا، لاعب رقم 17 وكومبو بيتوفن، كره ثانيه قويه جدا من احمد ولكن خارج الملعب. 11 12 العداله الكيني، 24 الاهلي المصري. ارسال واستقبال وكره المره دي سريعه وقويه وبتتشاط من احمد عزب لينهي الشوط الثاني من عمر اللقاء ما بين النادي الاهلي والعداله الكيني 25 12. البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري فاز أول مرة فيها النادي الأهلي سنة 80، و15 بطولة فاز بها النادي الأهلي كانت آخرهم في 2022 في قليبيا التونسية. 15 رقب النادي الأهلي، وشفنا الشوط الثاني وأداء مميز جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي المميزين في مهاره الارسال. وقلنا ان في تغييرات بيجريها المدير الفني الاسباني فرناندو مونزو علشان اللعيبه تدخل في جو المباريات وتنفذ تعليمات الجهاز الفني. ايضا تم الدفع ب عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3 مكان حماده عثمان في شوط تاني تالت هنشوفه، وهنشوف عمادة خرج نزل مكانه عبد الرحمن الحسيني، نزل مكانه عبد الرحمن سعودي، ومازال عبد الله عبد السلام داخل الملعب. وفي كلامه هو واضح في الملعب عشان يسرع رتم الكورة للعيبة اللي موجودة. أيضا العدالة الكيني ثبت تشكيل الشوط الثاني، وكره قويه قدامنا من محمد عصران، ودفنس بيتجاب من نقطه بعيده جدا عن الملعب ما بيقدرش يعمل لها حاجه. وبدايه الشوط الثالث 1 الاهلي لا شيء العداله الكيني، في كره قويه وضرب ساحق من فوق حوائط الصد من محمد عصران. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، بتيجي الكوره وبتترفع سريعه
وبتنشوط من اللاعب رقم 14 لاعب مركز 3 اللاعب موسيس كامبو اهو بيشوطها بقوه 1-1 ارسال قوي واستقبال وكره سريعه بيشوطها عبد الرحمن سعودي وبدايه اللعب من قلب الملعب بكور سريعه هتتشاط بشكل مميز. محمد عصران ارسال قوي واستقبال وكره جايه سريعه وبتتشاط من اللاعب رقم 18 اللاعب كابتن الفرقه ويلسون اهو بيشوطها من جنب ايد حوائط الصد 2-2 ويلسون على الارسال واستقبال من جارسيا كره قويه بيشوطها عبد الرحمن سعودي اهو اي كره مظبوطه هتتشاط من قلب الملعب من سواء عبد الحليم عبو او عبد الرحمن سعودي ارسال تاني واستقبال ارسالات عبد الرحمن مميزه وحوائط صد ولكن بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب شوط ثالث 3-3 كره من هنا وكره من هنا ارسال وفي الشبكه اربعه الاهلي 3 العداله وارسالات صلاح المميزه وقدامنا كده بيتفرج على الشوط وكره تانيه ودفنس والاجمل وصلاح المميز وبترجع تاني وكرة بتترفع وبتتشاط بقوة والمرة دي عبد الله عبد السلام وحليم واقفين له بشكل مميز جدا شايفين عبد الله واقف مستني الكورة 5 الأهلي 3 العدالة وصلاح وإرساله القوي ولكن في الشبكة استقبال من عصران وكرة من صلاح بقوة من مركز واحد من جنب ايد حوائط الصد بتشاط في مركز 5 اهي سريعة ما يلحقهاش ولا الديفنس ولا حوائط الصد 6-4 احمد عزب على الارسال ارسال قوي ومميز ولكن خارج الملعب. ريسك الارسال دي اكيد تعليمات وتوجيهات من الجهاز الفني. واستقبال من اللاعب يندر جارسيا وخارج الملعب بيعدل بيها النتيجة 6-6 اللاعب رقم 12 سيسيل وكيزا وبقى بيشوط كرة قوية جدا حليم من اهو بتترفع وبيشوطها بقوة حليم من فوق حوائط الصد من مركز ما بين 3 و4 بيحطها في مركز 5 بشكل رائع واستقبال وكرة جاية سهلة وبترجع والمرة دي وكرة تانية وعزب بيشوط كرة قوية وسريعة ولكن في حائط الصد وبتنزل اهو عزب بالرغم من عبد الله
مسرع كورتين قبليهم في مركز ثلاثة واستقبال، وفي يعني ارسال سهل مش صعب، ولكن بيتجاب كده اهو بسهولة. الكرة بتلف على طول، كرة قوية. عبد الرحمن سعودي بيعدل النتيجة بعد أول تقدم للعدالة، 8 الأهلي 8 العدالة. وعبد الله عبد السلام وإرساله المميز وواضح جدا، ما يعرفش يعمل فيها حاجة خالص الليبرو. كومبو، كرة تانية وعبد الله وبيسقطها قدام كومبو، برضو قوية. مميز جدا في الارسالات عبد الله عبد السلام، ارسال تاني قوي وبترجع وبتشاط وتفنس ولا اجمل، وبتترفع وبتتحط من عصران، ولكن الكرة كانت يعني مرفوعة جوه شوية اهي، عايز يعديها بأي طريقة عداها عنده. ارسال قوي واستقبال وكرة، والمرة دي عصران بيشوط كرة جميلة وبترجع كرة أجمل وبتتشاط خارج الملعب. فريق الكيني بيحاول يمشي يعني لعيبة منتصف الملعب، ولكن بغير تنظيم تكتيكي واضح. ومحمد عصران وإرسال في الشبكة قوي جدا، 11 10 10 العدالة الكيني، 11 الأهلي المصري. إرسال واستقبال وكورة وبتتحط من أحمد عزب وبترجع تاني وبتتشاط، وفي من هنا ومن هنا وهجمة من هنا وهجمة من هنا، وكورة سهلة بتيجي، ولكن الخطأ المباشر واضح جدا على العدالة الكيني، بيعدل النتيجة 12 الأهلي 10 العدالة. وإرسال تاني من عبد الرحمن سعودي، الإرسالات المميزة خارج الملعب. شوط اول وتاني ارسالات قويه وسريعه جدا من لعيبه النادي الاهلي، وبيطلع اللاعب رقم 14 موسيس كومو، وبينزل اللاعب رقم 9 تونيسيا سيرت، وكوره قويه بتتشاط. وقلت لكم نص الملعب هو العنوان اهو، نص الملعب عنوان النادي الاهلي. وصلاح المميز، احمد صلاح ارسال وكره جايه سهله في ملعب النادي الاهلي وبترجع، وكره تانيه قويه جدا من عبد الحليم فهيم. حليم مميز جدا بالكور دي، بتعليها له وهو بيخلصها من اعلى نقطه بشكل جيد جدا. 14 الاهلي 11 العداله، واحمد صلاح ارسال قوي وكره بتعدي، واندر بيجيبها وكره ثانيه، وصلاح بيحطها بشكل رائع من مركز واحد. عبد الله كده وهو بيديله ظهره عارف ان هو الكره دي بتاعته.
تايم اوت طبعا بيجري المدير الفني للعداله الكيني 15 الاهلي 11 العداله الكيني في شوط ثالث واضح التميز فيه من قبل النادي الاهلي وزي ما احنا شايفين ارسالات هي العنوان ارسالات بقوه والكور بتيجي كونتر اتاك ويكملوا عليه بشكل اكتر من وعلى النقيض المدير الفني للعدالة الكيني كيرونجو بيوجه فرقته وبيحاول يحسهم على الأداء المميز حتى آخر نقطة في المباراة. أحمد صلاح إرسال واستقبال وكرة جاية سهلة وبيشوطوا بقوة وتفنس بيجي في إيد أحمد عزب وخارج الملعب. عشر 15 وكرة قوية وبتتشط بقوة من عصران أيضا خارج الملعب. تلتاشر العدالة 15 الأهلي وكرة تانية وبتتشط من أحمد عزب بيحطها بقوة في مركز واحد بتيجي في الديفنس وبتطلع بره الملعب. 16 الاهلي 13 العداله في شوط ثالث قوي ومثير. احمد عزب على الارسال وبيسقط كره قويه وبترجع تاني وعبد الله عبد السلام بيشوطها في كره كونتر اتاك جايه له قويه جدا. 17 الاهلي 13 العداله. وعزب على الارسال وارسال قوي بنقطه مباشره زي ما شفنا في تغيير بيجري المدير الفني الكيني بينزل تاني اللاعب رقم 5 ادواردو وبيطلع اللاعب رقم 10 كامادي ليموندو و 18 الاهلي 13 العداله الكيني وارسال واستقبال وكره سريعه وبتيجي في ايد حليم وخارج الملعب من اللاعب ويكسا سيسي. بيطلع تاني اللاعب كابتن الفرقه ويلسون وبينزل اللاعب نيبوتسا وارسال واستقبال وكوره وعصران بيشوطها بقوه من مركز 4 في مركز 4 خارج الملعب. اهي خمستاشر العداله 18 الاهلي في كلام في الكورة ان هي انسايد. طبعا الكابتن
الكارت الاصفر مش نقطه بيبقى او كده، بس بيبقى تحذير ان هو ما يعترضش، على الرغم من ان كابتن الفرقه من حقه ان هو يقول دي ايه ودي ايه، بس ما يعترضش. عبد الحليم فهيم عبو، كره سريعه قويه بتتشاط من نص الملعب. وبيطلع حليم وبينزل عبد الرحمن الحسيني. ارسال قوي وكرة سريعة بتتشاط خارج الملعب. عشرين الاهلي، 15 العدالة التيني. ارسال قوي، كرة تانية وبترجع وبترجع تاني، وكرة بترجع وعبد الله واحمد صلاح وحائط صد قوي، وكرة تانية واحمد صلاح وعبد الله بيحط كرة قوية في ايده خارج الملعب. وارسال، وكرة المرة دي عصران استقبل كرة فلوتر سيرف بشكل جيد، على الرغم من اكتر من كوره فلوتر ما بتطلعش بشكل جيد. عبد الله عبد السلام وارسال وكوره وحائط صد جيد من عبد الرحمن سعودي. كرة تانية وبتتشاط خارج الملعب. ثلاثة وعشرين النادي الاهلي، 16 العدالة الكيني. ارسال من عبد الله عبد السلام وكرة بترجع وبتتشاط في ايد حائط الصد وبترجع تاني، وكرة قوية وحوائط الصد مقفلة بشكل جيد، سواء عبد الرحمن سعودي او احمد صلاح اهي، وبيحطها خارج الملعب. طبعا في لمس للخط الخلفي من الارسال، اللاعب رقم 9 وارسال خارج الملعب، وينتهي المباراة 25-17 في شوط ثالث، يعني متواضع المستوى 25-12 25-10، وبكده يعني مشاهدينا ينتهي عمر اللقاء والشوط الثالث والمباراة ما بين النادي الأهلي المصري والعدالة الكيني، وينتهي أيضا الدور الأول بفوز النادي الأهلي المستحق في ثلاث مباريات متتالية بشكل أكثر من رائع، واليوم مباراة الأهلي والعدالة. مشاهدينا أشكركم، كان معكم محدثكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء. Ah, wait for you.